في الفيديو ده هنعمل ريفيو للبي بوكس وهنعرف ايه الفرق ما بينه وما بين الجي سي سي 2 دي اف يو وايه الفرق ما بينهم هما الاثنين وما بين الاي ريبير بي 10 او الاي بي ميني بوكس. هل المبرمجات دي كلها تغنينا عن مبرمجات الذواكر اللي هي من جي سي اللي هي المبرمجات القديمه التقليديه اللي بنشيل الهارد ونحطه جواها ونبرمجه ولا لا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الفيديو ده برعاية يونيون ريبير، بس يعني نص الحاجات دي انا اللي دافع تمنها، فهما بعتولي بس البي بوكس علشان اعمله فيديو، وبقية الحاجات اللي انا جبتها حاجات بسيطة للورشة. وكمان بعتولي شابلونات اللي هي الايفون 11 الجديدة من تشانلي، هنعمل لها ريفيو لوحدها، تقيلة قوي. اشتريت الشابلونة دي برضو علشان اعمل لها ريفيو من تشانلي برضو. ناس كتير قالت لي عليها حلوة وانا شخصيا شايفها انها وحشة، فحجربها وحعمل لها ريفيو برضو في فيديو تاني. سنون للجي بي سي، سنون للتي 12-11 الكاوية اللي بيستخدمها محمود، امسك يا محمود، وشوية فرش بحب الفرشة دي جدا اسمها 2WL. في منها تقليد وفي منها الاصلي، الاصلي بتاعتها اغلى، الاصلي احسن، التقليد ما بتقعدش خالص. امسك يا محمود. الكوبي على طول تلاقيها راحت جاي الشعر بتاعها نفش كده وقفش. وشوية مناديل علشان ننظف فيهم. الجي سي دي اف يو بوكس من شركة جي سي اسمه سي 2، ده كان بوكس بيخلي الجهاز يدخل دي اف يو مود اوتوماتيك بمجرد ما تجيب الجهاز وهو مطفي، توصل الكابل كده وتطفي الجهاز وتركب البوكس، كان الجهاز بيخش دي اف يو مود ويقرا لك السيريال نمبر بتاع الجهاز اللي موجود على الناند. صراحه مش فاكر كنت بستخدم الوظيفه دي في ايه لانه من وقت طويل جدا، بس كانت مفيده وقتها. البوكس ده كان بيستخدم كمان كامب ميتر، يعني لو وصلنا الشاحن فالبوكس كان بيوريني على الشاشة هنا ان الشاحن 5 فولت والخارج من هنا 5 فولت، ولو وصلته بالجهاز كده فهو بيوريني الجهاز بيسحب طيار قد ايه، بيسحب امبير قد ايه، وده بستفيد منه ان انا اعرف ان الجهاز اذا بيشحن مظبوط ولا ما بيشحنش. فشركة جي سي نزلت تحديث خلت ان البوكس ده يعمل عمل ال DCSD كيبل، تقدر تعمل انلوك واي فاي بي، تقدر تقرا بيانات الذاكره عن طريق برنامج الجي سي اللي هو التقليدي. البرنامج ده فري، مش محتاج يكون عندك البوكس عشان البرنامج يشتغل. التحديث في الجي سي دي اف يو سي 2 هو ان هو خلاه زي كابل ال DCSD انجينيرنج كيبل. طيب انا علشان اقدر ان انا استخدم برنامج الجي سي اللي على الكمبيوتر وبرمج بقى وافك واعمل الكلام ده كله، فانا محتاج برنامج البيربل علشان يدخل الجهاز في وضعية الانجينيرنج مود، واقدر ان انا ساعتها استخدم الانجينيرنج كيبل اللي هو ال DCSD او الجي سي سي 2 في اني اقرا بيانات الذاكره واني اعدل عليها واني اعمل انلوك واي فاي، علشان مش كل ما اجي اغير اي سي واي فاي اشيل الذاكره واعمل لها انلوك واي فاي. ده معناه ان انا محتاج يكون عندي ماك علشان ادخل الجهاز في وضع الانجينيرنج مود، ولازم يكون عندي ويندوز لان برنامج الجي سي ما بيشتغلش على الماك. نزل بعد كده الاي ريبير بوكس وده ما بيحتاجش ماك، هو بيدخل الجهاز انجينيرنج مود وبتقدر تقرا وتكتب على الذاكره بدون ما تشيلها، وتقدر تعمل برضو انلوك واي فاي عن طريقه من غير ما يكون عندك ماك. ففايده البوكس ده ان هو لو انت ما عندكش ماك او ما بتحبش تستخدم الماك او ما بتعرفش تستخدم الماك او مش عايز تحط نظام ماك وهمي على الكمبيوتر فبتشتري البوكس ده، هو بيشتغل على الويندوز دايركت. طيب البي بوكس ايه فايدته؟ ان ده مش بس انجينيرنج كيبل، ده بيدخل الجهاز وضع البيربل سكرين الانجينيرنج مود، بيشتغل على الويندوز نفس الاي ريبير والاي بي ميني. على فكره الاي ريبير والاي بي ميني اللي هو الاي بي بوكس هما الاثنين نفس الشيء. الناس بتسالني اشتري انهي واحد فيهم، الاثنين نفس الشيء، والبي بوكس هو كمان نفس الشيء. البوكسين من نفس الشركه من شركه جي سي،
لكن الفرق ما بينهم ان ده كان فيه امب ميتر، ده ما فيهوش، ده ما يقدرش يدخل الجهاز في وضع البيربل سكرين، ده يقدر. فتعالوا نجرب كده البوكس ده، نفتح برنامج الجي سي، طبعا لازم تكون محدث الاصدار بتاع الجي سي لاخر اصدار. هو اوريدي وهو بيفتح لو في تحديث بيقول لك اعمل ابديت يعني. اهو ادي رساله الاعلان للبوكس ان هو من الجي سي. وعلى فكره البوكس ده فيه منه نسختين، في نسخه بتيجي بس الدونجل ده، والنسخه الثانيه بتيجي مع شاشه. لو اشتريت اللي هو مع الشاشه فانت مش محتاج تستخدم كمبيوتر، البوكس مع الشاشه بس بتوصل الشاشه بالكهرباء وبتوصلها بالانترنت وتقدر تستخدمها شاشه تاتش سكرين. نقفل الاعلان ونروح على ناند ريبير ونوصل البوكس باليو اس بي. طلع لي باللغه الصينيه، لو خليني ادوس على الزرار ده كده حوله للغه الانجليزيه، وبيقول لي بوكس سي 3 offline device ready. ودخل الجهاز وضع الدي اف يو مود، الجهاز فتح، هفضل ضاغط على volume down و power button، طفى، هشيل ايدي من على زرار الباور. A few moments later. طبعا كل جهاز له طريقة في ان هو يخش وضع الدي اف يو. جهاز دخل وضع الدي اف يو، هاجي على البرنامج وهدوس على connect. بيعمل upgrading للبوكس، ودلوقتي بيقول لي com is removed، البوكس فصل. طب اعمل كونكت تاني علشان بس اول مرة بتعمل upgrade. تمام كده ارى الجهاز ايفون 7، واجي اضغط على الزرار ده علشان الجهاز يخش البيربل مود. والجهاز دخل البيربل مود، هو عطى شاشة خضر الأول وبعد كده عطي شاشة بنفسجي، ممكن تكون مش باينة انها بنفسجي، وبيقول لي congratulations the iOS device has successfully entered the purple mode. يعني ان الجهاز دخل فعلا في وضع البيربل مود. اعمل query info وارى معايا بيانات الجهاز، اقدر اعمل unlock wifi، اقدر اعدل في البيانات. فيبقى ال GC-C3 DFU box او ال B box، مش عارف اسامي كتير قوي، فهو نفس ال i repair P10. اللي يفرقه عن ال GC-C2 ان ده مش هيقدر يدخل الجهاز في وضع البيربل سكرين، فانت لازم تستخدم برنامج بيربل مع ماك بوك. تعالوا نشوف هل البوكس ده يقدر يفك اي كلاود ايباد ولا لا. ال i repair وال اي بي بوكس هما الاثنين دلوقتي بيفكوا بعض موديلات الايباد، وهسيب لكم رابط السوفت وير بتاعهم تحت الفيديو ده علشان الناس كلها بتكلمني مش عارفين يفكوا ايباد، مش عارفين يفكوا اي كلاود ايباد. مش كل الموديلات مدعومه، بعض الموديلات بس، ميني 4، ايباد برو 2، ايباد اير 2 دلوقتي بقى مدعوم. فخلونا نجيب ايباد، ايباد 5. هندخل الجهاز في وضع الدي اف يو، هضغط على الهوم وعلى الباور واستنى ان يطفي، وبعد كده اشيل ايدي من على الباور وافضل ضغط على الهوم. فتح تاني. 2 hours later. ماشي ساعات الاجهزة بتغلس كده عادي. دخل ريكفري مود، لا انا مش عايزك في ريكفري مود. تمام اشيل ايدي. دخل دي في مود، نمسح الكلام اللي على الشاشة ده، نقول له clear display واقول له connect. أرى الجهاز ايباد 5، هدوس على purple screen نشوف هيجيب ال purple screen ولا لأ. boot file downloading، في ملفات تقريبا لكل جهاز بيحتاج انها يعمل لها download. متهيألي الموضوع ده هيكون مرة واحدة بس، لأن الموضوع ده حصل معايا في الاي ريبير بس هي مرة واحدة بس، والملفات دي بتتخزن في البوكس. مش عارف بقى هنا بتتخزن في البرنامج ولا بتتخزن في البوكس، يعني لو غيرت الجهاز كل شويه هتحتاج تعمل الداونلود ده، او لو غيرت الديفايس نفسه هتحتاج تعمل الداونلود ده، بس متهيألي الموضوع يعني 5 دقايق مش بياخد وقت طويل.
بيخلص داونلود الملف وبيدخل الجهاز في وضع الانجينيرينج، وطبعا مش باين حاجة قدامي على الشاشة، بس هو بيقول لي جات شاشة خضراء بسرعة كده وبعدين الشاشة البنفسجي، وهنا بيقول لي ان هو دخل بيربل، ولو عايز تو اكزيت بيربل يعني تخرجه من الوضع بتدوس هنا هنعمل كويري انفو، وفعلا بيدعم الايباد زيه زي الاير بير زيه زي الاي بي. هل لو انا جبت البوكسات دي او جبت واحد من البوكسات دي انا كده اقدر استغنى عن المبرمجات دي؟ البوكسات دي اللي هي بتدعم التعامل مع الناند بدون ما تشيلها بتدعم معالجات معينه فقط، واقصى معالج بتدعمه هو معالج ايفون اكس، فانت محتاج برضو يكون عندك المبرمجات التانية. البوكسات دي وسيله مساعده ما تقدرش تعتمد عليها على انها هي مبرمج لوحده. وبعدين الجهاز ما بيدخلش وضع البيربل مود الا لو الجهاز سليم وشغال، يعني لو الجهاز ما بيدخلش وضع الدي اف يو عشان تقدر انك تدخله من وضع الدي اف يو لوضع البيربل فالمبرمجات دي كلها مش هتقدر تتعامل مع الجهاز. لو شلت الناند من على الجهاز وحاولت تدخله وضع البيربل الجهاز مش هيخش وضع بيربل، الجهاز محتاج ناند سليمة وشغالة عشان تقدر تتعامل معاه. الناس بتسألني ايمن انت قلت ان المبرمجات دي بتصلح اخطاء الذاكرة، لو كان الخطأ سوفت وير وبس محتاج تعمل فورمات للذاكرة تقدر، انما لو العيب هاردوير يعني مثلا الذاكرة محتاجة انها تتشابلن او الذاكرة ميتة فالبوكسات دي مش هتعمل معها اي حاجة. انت لو عايز تشيك بقى على الذاكرة اذا ميتة ولا لا لازم هتستخدم بوكس من البوكسات دي. كمان انا جربت ان انا اجيب هارد ديسك ناند من جهاز ايفون 6S واحطه في ايفون 7 واحاول ابرمجه، انا مش عارف هل الخطأ كان عندي في الذاكرة اللي انا استخدمتها ولا لا، لكن انا جربت وما نفعش ان انا اجيب ذاكرة من تليفون تاني واحطها على تليفون مختلف في النوع. حاولت اعمله سوفت وير ما قبلش طبعا لان الداتا اللي على الناند بتاعت 6S وانا حطه في جهاز ايفون 7 انا جربت مرة واحدة، مش عارف اذا كان العيب من عندي انا ولا العيب ده شائع عند الناس كلها. ياريت تكتبولي في التعليقات اللي جرب ونفع معاه، ياريت يقولي. في الاول وفي الاخر انت برضو محتاج بقية المبرمجات علشان مش كل الموديلات مدعومة، لو عايز تتعامل مع موديلات اقدم او احدث البوكسات دي كلها معتمدة على ثغرة التشيك ميت بتاعة المعالج، فالثغرة دي مش موجودة في كل الاجهزة، دي موجودة تقريبا من اول السكس لحد الاكس بس، قبل كده وبعد كده مش مدعوم ومش هيدعم لان الثغرة دي مش موجودة على حد علمي في الاجهزة اللي بعد الاكس. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده واستمتعتوا بيه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.